للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا إياد الجغبير. إياد، قبل قليل كان هناك تغريدة من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوضح فيها طبيعة الموقف الأمريكي وكذلك الاتصالات التي يجريها مع الحلفاء، ماذا في التفاصيل إذن؟ نعم، البيت الأبيض أعلن منذ الأمس بأنه يراقب ما يحدث على الأراضي الروسية وكل الأحداث التي تجري. إضافة إلى ذلك، أعلن اليوم وزير الخارجية بأن هناك اتصالات عديدة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء، لذلك الإدارة الأمريكية كانت حريصة عند الحديث عن موضوع الحرب الروسية الأوكرانية دائما تتحدث بلغة جماعية ولا تتحدث بانفراد منذ بدء هذه الحرب. لكن اليوم أعلن كذلك وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الإدارة الأمريكية تراقب ما يحدث على الأراضي السورية وكذلك تجري الاتصالات العديدة مع الحلفاء ومع أعضاء حلف الناتو لمعرفة ما هو الوضع على الأفضل، القرار الأفضل اتخاذه في الأيام القادمة بالنسبة للولايات المتحدة وكافة حلفائها. لكن السؤال اليوم هو هل أن زعيم فانجر الذي كان هو المعروف باسم طباخ الرئيس بوتين سوف يطبخ السم للرئيس بوتين من جديد؟ هذه الاستفسارات التي يتحدث عنها الإعلام المحلي الأمريكي اليوم وأن الأحداث التي تجري على الأراضي الروسية خلال اليومين الماضيين قد تم ربطها كذلك مع التسريبات التي وقعت قبل نحو شهر ونصف شهرين عندما قالت هذه التسريبات بأن الولايات المتحدة لا تثق برئيس مجموعة فاغنر عندما قيل بأنه قد عرض على أوكرانيا التعاون معها من أجل إسقاط بوتين، ولكن رد وزارة الدفاع الأمريكية كانت بأنها لا تثق بهذا الشخص ولا تستطيع أن تتعامل معه. لذلك كانت النصيحة آنذاك بعدم التعاون معه، لكن هذه الأخبار كانت من الإعلام المحلي، ليس هناك تعليق رسمي سوى ما صدر عن البيت الأبيض بالأمس إضافة إلى ما صدر عن وزير الخارجية عبر تغريدته. نعم. اليوم شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسلنا إياد الجغبير.